أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة مدني جراء استهداف قوات نظام سيارة مدنية بصواريخ موجهة في محيط قرية فريكا بريف إدلب، وسيارة أخرى في قرية القرقور بريف حماء الغربي. فريق منسقو الاستجابة في سوريا يوثق تضرر أكثر من 145 مخيما خلال اليومين الماضيين في ريفي إدلب وحلب نتيجة الهطولات المطرية الكبيرة. رئيس مجلس الوزراء في حكومة نظام حسين عرنوس يقول إن مخزون نظام من مادتي الرز والسكر لا يكفي سوى لنهاية الربع الأول من العام الحالي. الناطق باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول يقول إن قوات بلاده تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمال شرق سوريا كونها لا تحتوي على قوات نظامية وإنما مجاميع إرهابية بحسب وصفه. مديرية صحة إدلب تفتتح قسم العناية المركز الخاص بالأطفال في مشفى دركوش ومركز للعلاج المجتمعي ملحق بالمشفى، وتعلن تفعيل جهاز تصوير الطبق المحوري في المشفى بعد صيانته. وزارة الصحة في حكومة نظام تعلن تسجيل 8 حالات وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13,036، توفي منها 832 حالة.